ترنيمة وعود للرب المعبود، برفع صلاة وتسبيح حمد وسجود. ترنيمة وعود لإله الجود، بطلب ملك المسيح على حياتي سود. من فيض القلب عرفان وحب، ترنيمة جديدة برنم للرب، وغني لسيدي لحني وأناشيدي، ورنم لإلهي ما دمت موجود. ترنيمة وعود، ترنيمة وعود، ترنيمة وعود، ترنيمة وعود. سلام المسيح، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج ترنيمة وعود. وترنيمتنا لليوم اسمها كنت أعمى والآن أبصر، في تأملي في إنجيل يوحنا الإصحاح التاسع وبالذات آية 25. لما سألوا الشخص، كان شخص بيستعطي، كان شخص مولود أعمى، في الطريق بيستعطي زي ما بنشوف ناس كتير بيستعطوا، طالبين صدقة، طالبين الناس تساعدهم. فلما تلاقى مع يسوع، وانتوا عارفين بقية القصة، فيسوع بيشفي. بعد ما يشفي يسوع طبعا يتهم انه عمل شغلة غلط عند رؤساء الكهنة، فبيحاولوا يسألوا الشخص اللي كان أعمى انه هل هذا الشخص خاطي، هل هو شخص بار. فهو يعني خايف منهم ما جاوب، قال لهم اللي بعرفه، كل اللي بعرفه انه كنت أعمى والآن أبصر. وما أعظم، ما أعظم هاي الشهادة. وأنا عن نفسي بقول كنت أعمى والآن أبصر. أنا كنت مسيحي اسمي، طبعا أنا بحب كنايسي اللي بروح عليها ولسه بروح على نفس الكنايس ونفس الأشخاص اللي بالكنايس وبحبهم وإخواني في المسيح، لكن حصل شغلة شخصية معي أنا، إنه الرب فتح عيني على 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 حياتي وسألني السؤال، أنت شو بتعمل للمسيح؟ كيف عايش للمسيح؟ فصحاني الموضوع وابتديت في مشوار مع مسيح، مع المسيح الجديد. ففعلا قبل المسيح كنت أعمى والآن أبصر، أبصر أخطائي، أبصر كبريائي، أبصر تعاملي مع إخواني اللي حوالي وأصلح. والرب يورجيني أخطائي وأصلح في كل يوم، ولسه كتير قدامي، لكن أنا كنت أعمى وفي المسيح الآن أبصر. وكلمات الترنيمة بتقول كنت أعمى والآن أبصر، كنت تايه ولقيت طريقي، وبالنعمة ربي قال أبشر لك خلاص وسلام حقيقي بيسوع، في يسوع. وأشكرك، أشكرك كل أيامي يا رجاي وسلامي، منك راحة منامي وكل عسير تيسر. أنا كنت أعمى، كنت أعمى والآن أبصر، وسلام يفوق العقول وفرح دايم يطول، في كل كلمة يقول يعزي قلبي في ضيقي. يسوع، يسوع أشكرك، أشكرك كل أيامي يا رجاي وسلامي، منك، منك يا رب راحة منامي وكل عسير تيسر. كنت أعمى، كنت أعمى والآن أبصر، وعيش لك ممنون، فضلك يا فادي الكون، وبعترف مديون يا حقي ونوري وطريقي. يسوع، يسوع أشكرك، أشكرك كل أيامي يا رجاي وسلامي، منك راحت منامي وكل عسير، كل عسير تيسر. كنت أعمى، كنت أعمى والآن أبصر. تعالوا نسمع الترنيمة مع بعض. ترنيمة وعود، مقام الترنيمة مقام الكرد، ودرجة المقام الري أو الدي. Thank you.
كنت أعمى والآن أبصر، كنت تايه ولقيت طريقي، وبالنعمة ربي قال لأبشر لك خلاص وسلام حقيقي. أنا كنت أعمى والآن أبصر، كنت تايه ولقيت طريقي، وبالنعمة ربي قال لأبشر لك خلاص وسلام حقيقي. في يسوع، في يسوع، في يسوع، في يسوع، أشكرك كل أيامي يا رجائي وسلامي، أشكرك كل أيامي يا رجائي وسلامي، منك راحت منامي، منك راحت منامي، كل عسير تيسير. كنت أعمى، أنا كنت أعمى والآن أبصر. وسلامي فوق العقول وفرح دايم يطول في كل كلمة يقول، يعزي قلبي في ضيقي. سلامي فوق العقول وفرح دايم يطول في كل كلمة يقول، يعزي قلبي في ضيقي. يسوع، 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 أشكرك كل أيامي يا رجائي وسلامي، أشكرك كل أيامي يا رجائي وسلامي، منك راحت منامي، منك راحت منامي، وكل عسير تيسير. كنت أعمى، كنت أعمى والآن أبصر. وعيش لك ممنون، فضلك يا فادي الكون، وبعترف مديون يا حقي ونوري وطريقي. وعيش لك ممنون، فضلك يا فادي الكون، وبعترف مديون يا حقي ونوري وطريقي. يا يسوع، يا يسوع، يا يسوع، يا يسوع، أشكرك كل أيامي يا رجائي وسلامي، أشكرك كل أيامي يا رجائي وسلامي، منك راحت منامي، منك راحت منامي، وكل عسير تيسير. كنت أعمى، كنت أعمى والآن أبصر، كنت أعمى والآن أبصر، كنت تايه ولقيت طريقي، وبالنعمة ربي قال أبشر لك خلاص وسلام حقيقي. أنا كنت أعمى والآن أبصر، كنت تايه ولقيت طريقي، وبالنعمة
ربي قال ابشر لك خلاص وسلام حقيقي في يسوع في يسوع في يسوع في يسوع. أشكرك كل أيامي يا رجايا وسلامي، أشكرك كل أيامي يا رجايا وسلامي، منك راحت منامي منك راحت منامي، وكل عسير تيسر كنت أعمى كنت أعمى والآن والآن أبصر. أشكرك. وقبل ما أودعكم نسمع تقسيمة عود، ولحد ما أشوفكم المرة الجاي الرب يبارك حياتكم ويكون معكم. ترنيمة وعود ترنيمة وعود.